في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 لازم, لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما رجعناكم ما زلنا مواصفين في برنامج كاريزما فقط استفزني معنا عبد الله سامي القحطاني يحب يدعو على هاشتاج يبسم ويحب يبعث أيضا على سناب شات في سناب خاص فيني يبسم وأنا بإذن الله أرد عليه وأدعو من هاشتاج في طبعا رسائل جتنا في أول شيء نشكر جميع من أرسل موحص كاريزما بعد نشكره ما شاء الله ثانية بثانية يتابع الأحداث ما شاء الله عليه يعطيه العافية شكرا له في عبد الله القحطاني هو الحين معنا يحب يسأله أو يرسل أي استفسار له يعني يرسله مع أن عبد الله ترى بيني وبينكم نشوف كان عنده شيء ولا ما عنده شيء ما شاء الله عبد الله أنت عندك مجموعة أسئلة عبد الله حياك الله يطول عمرك شلونك يا حبيب خير نحمد الله عبد الله سالم القحطاني العمر 27 سنة الموهبة منشد المؤهل جامعي علاج طبيعي المدينة خميس مشيط يقول هدفي 1,000,000 والشهوة عدد الإخوان 3 عدد الإخوات 2 عبد الله فريد الدعم حقه ما شاء الله والإعداد عكس أي فريق يعني جابونا كمية من المعلومات عنه بشكل أبهرني يعطيهم العافية وبيضاء وجههم يستحقون الشكر والتقدير عبد الله معك دقيقة تعرف فيها من هو عبد الله وهل عبد الله هذا يستطيع أن يقدم شيء في البرنامج أقنعنا أنك تقدر تقدم عبد الله بشكل حلو وإقنعنا أن الجمهور يستحق أن يصوت لك وأنه يدعمك بين هم الصوت والناس يتابعك هل أنت تستحق أنهم يتابعونك وتصير ممتع في البرنامج ويفقيل دم وتزعجنا وتتعبنا من بداية البرنامج مع الدقيقة اشرح جاهز يا محرج يقول جاهز يلا هوا معك أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سعيد جدا أني معك أستاذ عبد الله زي ما قال لكم الاسم والعمر والبيانات اللي ذكرها أستاذ عبد الله كلها أنا والله جاي ما أقدم موهبتي بس اللي هو الإنشاد جاي أقدم شخصيتي بشكل عام سواء من واقعية سواء من معلومات زي ما ذكرت التخصص يعني جاي أسوق نفسي في البرنامج إن عندي شيء قادر أقدمه وحاب يبقى لي أثر الصراحة لأن ابن آدم بشكل عام كلنا راح لي ولا يبقى إلا الأثر فحاب إنه يكون لي أثر حتى إن شاء الله بعد وفاتي بعد عمر طويل إن شاء الله لأن الناس ترحل ويبقى أثرها في الخير وإن شاء الله أني أنا وإخواني المتسابقين قادرين نحن ننجح بهذه النسخة حسب رؤية الأستاذ والمدير ناصر الغامدي وفنا وفالكم التوفيق بإذن الله حافظت الدقيقة أنا ما شفت كلام فيه شيء مهم في شيء مهم في كلامه ها؟ كله هني ناصر وفلان وعذان ناصر واحد
جاينا انت شو عن الناس وش سووا وش ما سووا، شو عن نفسك انت؟ تاك بيني وبينك تعبتني. وش احسن من التعب؟ شباب في هديه جايبينها لك، الشباب جاهزه كنترول؟ جيبوا هديه كنترول. ايوه ها، يقولون جاهزه هديه، جايبين قطوه خاصه لك ها من افضل انواع القطاوه، تقبلها منه؟ والله اللي يجي منكم مقبول، بس ما اتوقع انكم تهدون قطاوه. بيه خبركم تهدون البر. لا ان 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 انا فقرتي نعطيك القطاوه كيوت و ناعمين كذا. جيب القطوه؟ والله ما جاء منكم مرحب، بس نعرف انك خواف من القطاوه. والله على حسب. شلون على حسب؟ شلون يقولون على حسب الموقف، يعني ما اخاف منها انا بشكل عام. بشكل عام اذا كان تخاف بشكل خاص على غفله يعني لا يا شيخ. يقولون تجي من هنا تطلع من الباب من هنا. لا لا ما هو كذا يا حبيبي. اجيبها وابيك الحين؟ جيبها. ها اوف كيف صامل؟ اوف والله انت بسه صامل، يعني عارفين انك تفجف. لا والله عبد الله قول حقيقه، ما في شيء. انا اخاف من الأسد. انا لو اخاف من انا اخاف من الاسد. شايف فين؟ شايف في اعتراف؟ اعتراف حلو والله، بس ما عندنا اسود. وين حصلتها؟ انا رحت كينيا شفت اسود، قسم بالله مرعبه والله مرعبه. عاد انت اسد تخاف من الاسود اللي ذايب حلم، قسم بالله يوم شفتها يوم شفتها. بعدين مشينا في جيب مفتوح يعدي من عندنا، انا اللي انتم هبيين انتم تبصحيين ها وانتم مستمتعين بعيال وانت خايف. ايش هو يوم واحد رحت مع طبيت محهم الصيد اقديت اي حبيبي. الله يطول عمرك. تحصك علاج طبيعي صح؟ صحيح. وش كان تحصك قبل؟ تخصصي قبل كان طب وجراحه. ايوه ليش بدلت؟ والله خيره ربي عرفت؟ كل شيء اللي كاتبه ربي وصار ربي محبيك الخيال لك انت. يعني تارك تبي تروح يمين تروح يمين، تبي تروح يسار تروح يسار، ربي تارك الخيال لك انت سبحانه. التبديل ما كان يعني مني انا، صار لي موضوع في السنه التحضيريه. وش الموضوع؟ ابشر بالسعد بيجيك. انا في السنه التحضيريه كان عندي ماده اللي هي ماده الاحياء. كنت خايف من المجموع حقها انه بينزل معدلي. قلت خلني احذفها احسن وادرسها في ترم بعدين وارفع درجتي فيها بحيث ان معدلي ما ينزل. اي اللي صار اني حذفتها تاخرت مع دفعه بعدي، فتعدل الحد الادنى للتخصص كان تقريبا وقتها 3، فتعدل الى 3.5. انا طبعا عديت الماده بعد ما حذفتها، وجيت السنه اللي بعدها كنت انتظر اللي هو الجدول حق الترم ينزل كذا عشان ارتب. تعرف اذا تعرف ترتب الشعاب وترتب على حسب الايام. تفاجأت ان الجدول وقتها ما نزل لي. سألت احد من الشباب عنده علم شيء، قالوا لي لازم تروح للعميد نفسه حق الكليه ويعطيك العلم. رحت اليوم الثاني دخلت على عميد الكليه، قلت له انا كيت كيت كيت. قال انت احنا رفعنا الحد الادنى زي ما ذكرت لك الارقام اللي قبل، ولازم تروح عماده القبول والتسجيل وتحط رغبات جديده للتخصصات وبعدها نقبلك فيها. طيب الله يوفقك وين ما وحده. الله يطول عمرك. طيب جبنا دكتور معالج حلو، ايش تحك في الانشاد؟ يعني من هب ودب جاء صار منشد، الساحه صارت مليانه كلكم منشد. في فرق بين شهاده علميه وبين موهبه او شيء تهوى. يعني انت تحس ان عندك موهبه يا عبد الله؟ انا اتوقع انت استاذ عبد الله اكيد لك مجال ثاني غير الاعلام. كيرم كيرم؟ فنان فيه. مع الباكستان ولا؟ عفوا؟
باكستان بطولات حقتهم حقين التيك توك. تنكت انت معي؟ لا والله اسال كلام معهم. صدق تنكت؟ صوتك مو واضح والله. ابي صدق تنكت يعني؟ والله لابد. جاي نكت اضحك؟ لابد من الدعابة. الله يسعدك. طيب قل لي الحين. سم. وش قصة توزيتك النعال في المدرسة؟ وانك ما تطبع نعالك في المدرسة عشان الباب هدية. ما تستحوج تفشلتنا عند العرب المدرسين الناس. مو تزيد نعالك في شنطك ما تقول ضاعت. عيب يا عبد الله. ما هي عيب والله لكن تعرف اكيد تفكيرنا واحنا صغار كان يعني زي ما تقول ما بقول بدون عقل يعني كان محدود. اي واحد هو صغير بيكون له افكار غريبة. مزين عاد جوا شنطته. مو شرط نفس الفكره افكار غريبه اشياء كان يسويها. كنت انت عظيم كلك يا عبد الله. ترى الغرابه حلوه تكون مختلفه شوي. جاي من كوكب عطارد. لا من زحل انا. من زحل إيه. مرحبا بك في الارض. والله الارض عندكم حلوه ما شاء الله. اي ليش موزين عالك كيفنا؟ والله يا طويل العمر والسلامه هذا كان في ثاني ابتدائي تقريبا. ذاك اليوم اخبر الوالد الله يطول بعمره ويحفظه هو التي اذا تسمعني وتشاهدني الان كان شاري لي حذيان جديده. كان وقتها الحصه السادسه تعرف انتظار وتنتظر الجرس بس يدق عشان تطلع تروح للبيت. فانا قلت خلني اخشها في الشنطه احافظ عليها زي ما هي جديده ولا احد يسرقها ولا شيء روح البيت حفيان. عشان ما تنقطع وانت تفكف. ايه عرفت؟ شفتني عفحك هذا. المهم وقتها شافني المدرس قال ايش فيك؟ وين حذيانك؟ قلت في الشنطه. قال طلع البسها وخرب علي الفكره اللي كنت انا ناوي اسويها. انت صاحب فكر عالي. انت فكرك اصلا المفروض يدرس في جامعات تفضل سعد. ايوه اسم الفكره تدري وش هي؟ ايه المحافظ على اشيائك الخاصه. اسم فكره مهبول. فكره مهبب مجنون. اي كمل انتهى السؤال. خرب علي المدرس ما خلاني احافظ عليه. اعطاك هديه عشان ترجع تلبس نعالك. لا والله ما اعطاني والله. يقولون اعطاك هديه عشان يقنعك كنت راسك ناشف. والله اللي عرفه يقولون اعطاك هديه عشان بس يقنعك انك ترجع تلبسها. لا والله ما اذكر. يقولون يعطيك رشوه. ما ادري اذا انا نسيت. اي نسيت. ولا اللي اعطاكم انت تحب ابو شاوي. احب ايش؟ تحب رشوه. لا لا والله يا استاذ عبد الله. طيب الحين اقنعني انك منشد، سمعني شيء عشان اقتنع انك منشد، مع اني انا بيني وبينك حسك عادي بس يلا. والله انا الصراحه يمكن واضح لك ان صوتي مقطوع او في بحه مقطوع. طب إيه؟ نزقه حط إيه جوي كذا فن ولا نسدد احسن. ها مقطوع نكت صح زيك عادي نكته من عندك نكته من عندي. قارني فيك الله يصلحك. ايوه اسمك عبد الله واسمي عبد الله. انا ولي شرف عظيم انك تقارني. انا لما اقول نكته تضحك انت. ابشر. ايوه اضحك شاطر ما فايك. سجلوه خلاص معنا في البرنامج. يلا بقلبك والله. فهمني. سمعنا طيب شيء حتى لو كان في بحر. يلا. انا اخاف ينقطع في كذا في النص بس. لا تخاف ان شاء الله. بنلحمه. ما بعد عسر الزمان اللاتي ياسيرة لو سود الأيام تفجى حقايقها بنسوقها في رجال لي مالنا غيرة خلاق الانفس وكاسبها ورازقها. خربت عليك؟ لا حبيبي. والله كان ودي ان الاداء افضل بس زي ما شفت والله اني تعبان الفتره اللي راحت وما ودي اللي سبرر يطلع شكلي بايخ. كيف؟ سكرت اذنك؟
طيب سمعني الدعاء على الأقل أعرف هذه عكسه. كان صوتك جميل جدا. الله يجعلني في ده. هذا يقول لك لما تصير في السيارة ها وبوك فاتح مبياع فهمت وانت منطق ورا وتسمع وانت مجبر وان حكيت رجع وعطاك طراق ضيع مستقبلك. طيب الحين يا عبد الله تتوقع الحين انك داخل برنامج بس عشان الانشاد؟ يعني هل تتوقع ان الانشاد حيخدمك في برنامج؟ انا خلال اليومين اللي راحت ما قدرت انشد والله اول مره يمكن انشد انا الحين بعد المقابله اللي كانت مع الاخ رعد البتال وسالم بن سيد لان انقطع هذه الفتره صوتي لكن اتوقع اني اثبت اني اقدر بواقعيتي وسوالفي مع الشباب والتعايش معهم اني اقدر اسوي شيء اي شيء غير الانشاد. طيب عبد الله حبينا نطلع في جو ثاني في المقابله هذه. ليش انت ما تقدم عبد الله يعني في كثير من الجمهور يعاني في واحد يعاني من وجع كتفه، واحد يعاني من عرق النساء، واحد يعاني من تصلب بعض الاطراف عنده، واحد يعاني من اوجاع، ليش انت ما تستغل الوقت هذا وتشرحهم كيف طريقه العلاج؟ كيف الموضوع هذا؟ هذه عبد الله يعني بيني وبينك هذا المفروض واجبك يعني اطلع من سالفه الانشاد، انت تمتلك ماده علميه جميله جدا، كثير من الناس في برامج قنوات فضائيه تسوي علاج على الموضوع ذا. انا مثلا كنت عندي وجع في كتفي. وكان عندي وجع في احد الفقرات في اسفل الظهر. فتحت بعض القنوات اللي انا اضمنها بين بعض الناس يعني مصيبته يتابع قنوات سيئه او يفتون عديمه الفائده. اي عديمه الفائده، لاني يعني لما عرفت في رياضه كبيره عرفت الموضوع ذا. رحت فتحت شيء جربت التطبيق، انت ليش جربت التطبيق وتحسنت وتجاوزت الشيء هذا، انت ليش ما تسوي الشيء هذا؟ هو شيء اكيد اني اذا ربي يوفق دخلت البرنامج هذه واحد من اهدافي. انت سوها الحين، حبك خمس دقائق طبقها مع واحد من الشباب، البسوا رياضه طبق كيف تحركت مثلا هذا كذا عندي اسباب الظهر بعض الجلسات السحب الرجل كذا عرق النساء تعالجها من هنا تطلع صح. والله عظيم جميله وتكسر الرتم الموجود. صح صح هي كانها تكون فقره وكذا بتكون ممله عرفت؟ لكن يعني حوار او مناقشه في تجي مضبوطه لان الشباب كل واحد يبغى ياخذ فرصته. فانا يمكن اخليها في جلسه عاديه عادي نقدر نفيد ونستفيد. اي تتفق مع واحد من الشباب تسوونها جلسه تسولفون مع بعض كيف موضوع العلاج وحلو الجمهور يستفيد. صحيح في بحر في الشاشات في من الناس محتاجه انها تستفيد من الموضوع ذا. صحيح عبد الله البعض يقول انك تصرف كثير من فلوسك وراتبك على مظهر، تحب المظاهر وتحب تطلع كذا كالشيخ. والله بالعكس ما احب اصرف كثير، يعني نص كثير عرفت اللي اختياراتي كويسه بس انها تكون اقتصاديه. ان الله جميل ويحب الجمال، الواحد اذا ما اظهر نعم الله عليه ايش ينتظر؟ بالشيء اللي يعني ما هو البهرجه هذيك يعني شيء يطلع مظهرك حسن قدام طيب. الناس. عبد الله يعني انت بتترك عملك صح؟ تاخذ اجازه وعندك عمل؟ لا ما عندي شيء انا حاليا. ما عندك شيء؟ إيه؟ فاضي؟ إيه؟ عشان فاضي جيتنا. لو ماني فاضي ما جيتكم، بقعد اشتغل، وظيفتي اهم. لو عندي وظيفه وعندي شيء بامن مستقبلي احسن. لكن شفت الفرصه قلت خلني اجرب دام ما عندي شيء. وش فيه؟ أزعلتك يوم قلت لو عندي وظيفة ما بجيكم. أيوة قوية. أنا صريح ترى يعني عادي. صدق ولا ما تدري؟ يقول اللي ما يبينا ما نبيه. اللي يبينا عية النفس تبغيه؟ لا بدون. اللي ما يبينا ما يبيه بس.
الله وجاب خلاص ما يبينا ما نبيه. يعطيك العافية حبيبي عبد الله سامر قحطاني، شكرا لك. اللي حاب يصوت عبد الله صوت له، يموح ولا لا ويمو حاب يعطي الصابونة. يعطيك العافية، فرصة سعيدة. الله يسعدك، مع السلامة. هذا حبيبي، هذا سهل محمد أبويك. الحين اللي حاب يسأله يسبه عبر هاشتاج